خلال هالأسبوع كانت الانطلاقة الأولى لبرنامج حياتك من جديد المتجدد، كان يوم الاثنين الماضي علاقات المجد العامة الثلاثة ولا الاثنين؟ الثلاثة. متأكد؟ متأكد صحيح؟ عفا عليك، حط منبه أنا. الله يهديك صالح. حط منبه الثلاثة. صالح مرتني. يوم الثلاثاء أول شيء نبارك لفريق قناة المجد كله، لمقدم البرنامج وفريق البرنامج هالانطلاقة الجميلة، وعلى رأسهم عراب البرنامج المبدع سبع العزازي. خلينا نشوف عبد الله كذلك مشاهدينا الكرام مقتطفات من الحلقه الاولى وعوده حياتك بموسمه الجديد. شوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وبارك وأنعش حياتك، وهذا موسم جديد من حياتك. إذن أهلا بك في حياتك وفي هذه الساحة، الساعة والساحة. هذه الساعة تحمل الرقم 246 من هذا البرنامج. الآن وفي هذه الوقفة السريعة مع صناع هذا التطبيق شركة إقراء لتقنية المعلومات ومع مؤسسها الدكتور محمد المجيدل. حياك الله دكتور محمد. الله يحييك، نورتنا وشرفتنا كأول ضيف في هذا الموسم العاشر. أنا سعيد إن شاء الله هذه الافتتاحية تكون افتتاحية مباركة، والله يسددكم ويعينكم. المشارات، الهاتف المحمول والحاسب الآلي والإنترنت والشبكات الاجتماعية والفنون الرقمية ومسار كل التقنيات. إنترنت والشبكات الاجتماعية. بسم الله، نفتح مسار الإنترنت والشبكات الاجتماعية. إلى اللقاء إذن في موعد قادم جديد من مواعيد لقاءات الحياة بالتقنية الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد، ونحن وأنتم طيبون، طابت لياليكم وبوركت أيامكم، والسلام عليكم. حياكم الله مشاهدينا، مباشرة إلى اتصال مقدم برنامج حياتك الأستاذ علي العزازي. مساك الله بالخير أستاذ علي. اهلا وسهلا اخوي خالد، يا مرحبا. حيك اطلاله مميزه وعوده حميده لبرنامج حياتك، وشفنا الحلقه الاولى تميز ابداع كعاده برنامج حياتك اللي تعودنا منه بقوه هالبرنامج وجمال هالبرنامج، لكن يمكن اللي كان مختلف غير المحتوى وجذبني نوعا ما اختلاف بصراحه الشكل الفني للبرنامج. لو تحدثنا عن هالنقله الجميله. الحمد لله في كل موسم احنا نحاول نضيف اضافه لان احنا نتعلم ونقتدي بالتقنيه، فهذا الموسم تعرف قعدنا أكثر من موسم في فكرة التحدي وفي ديكور التحدي. نعم. الموسم هذا حبينا نحن نفتح شوية آفاق ونفتح شهية المشاهدين ونفتح كذلك أنواع أخرى من المحتوى، فعملنا توسعة إلى الشاشة، وكانت طبعا في أفكار مختلفة لتقديم محتوى تفاعلي عبر الشاشة لأول مرة يقدم بهذه الطريقة، والمهم من الشكل هو إن شاء الله المحتوى اللي يتناسب مع آلية العرض الجديدة على تلك الشاشة. وإحنا الآن ما زلنا نصف البرنامج تقريبا هو التحدي وإثراء المشاهدين بالمسابقات والجوائز التقنية، والنصف الآخر بالمعلومات والضيوف والأخبار التقنية التي تهم. يا سلام، أرحب فيك من جديد أبو فراس مرة ثانية، بس الصراحة الشخصية متعوب عليها في المداخلة اللي شفتها أنا، الصراحة شخصية شماغ تختلف من انا ما ادري والله وش الصوره اللي اخترتوها، بس الله لا وكذا شخصيه حماسيه صراحه. طيب قاعد اشوف ما شاء الله تبارك الله اخبار، فيديوهات، استضافه، مسابقه، يعني الظاهر مزجت اكثر من شيء في ان واحد. صحيح صحيح، وهذا هو هذه الوجبه اللي احنا نعد المشاهدين انهم عندما يجلسوا امام حياتك ما يملوا منها، وجبه خفيفه السعرات الحرارية ولكنها قوية الأثر والصحة التقنية. طيب الجوائز يا أبو فراس، إنه ودي أعرف بس الجوائز وأبرزها.
ابرز الجوائز. احنا طبعا الجوائز تتنوع بشكل دوري، لكن مثلا احنا طلعنا الحلقه الاولى بباقه من الهواتف اللي يحصلونها المشاهدين، ايفون وهواوي ما شاء وونر الله جوازكم الله. انا بشارك ما ترى ما حرمنا المشاهدين من جميع الماركات، يعني سامسونج وهواوي وانور وايفون، يعني كلها كانت حاضره في الحلقه الاولى. ابو فراس يقول انكم قاعد تتنافسوا مع سنابل، يعني بحكم انهم البرنامجين اللي فيهم مسابقات وكذا. بس انا اعرف يا عبد الله انك ما شاء الله قمت بعمل جبار، وانه عدد الاتصالات عندك بدا ينافس عدد اتصالات حياتك. اي الحمد لله في تنافس، والحمد لله لقيت واحد يعني اقدر اتنافس وياه. طيب كويس، عاد ان شاء الله التقرير الاسبوعي باذن الله تعالى يكون بيننا. كل الشكر لك ابو فراس، ودنا كنا ناخذ تفاصيل اكثر لكن يضيق الوقت. يعطيك العافيه، طلقه موفقه، المزيد بحول الله تعالى فيما تبقى من حلقات، واقصد القادم من الحلقات باذن الله تعالى في حياتك. كل الشكر لك استاذ علي العزاز، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونتظر الحلقة القادمة اللي أنا حاطها من البداية.